أسعار المواد الأولية التي تصنع منها الزيوت عرفت ارتفاعاً كبيراً في الفترة الماضية بسبب التوترات الجيوسياسية بين مختلف دول العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الزيوت عالمياً. أوكرانيا التي تخوض حرباً على أرضها تعتبر المنتج الأوروبي الرئيسي للزيت النباتي، لكن إنتاجاتها منه تراجعت مع تصاعد الحرب. كذلك التوترات بين الهند وماليزيا. ماليزيا هي ثاني أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم، والهند هي أكبر مستورد له. أدت تصريحات رئيس وزراء ماليزيا وتصرفات الهند في كشمير وقانون الجنسية الجديد إلى وقف الهند كل الصفقات مع ماليزيا بما فيها صفقات الزيوت. السبب الآخر هو ارتفاع الطلب العالمي. الصين مثلاً قامت بمضاعفة استهلاكها للزيت 3 مرات. ارتفاع أسعار المحروقات تسبب أيضاً في ارتفاع أسعار الزيوت، إذ زادت طلبات الدول الاقتصادية الكبرى على هذه المادة تزامناً مع انخفاض المحاصيل في البلدان المصدرة الرئيسية بسبب الجفاف والمناخ غير الملائم.